السلام عليكم. اليوم جايب لكم قطعة من الفضة وايد عجيبة، ولما شفتوها بالستوري هم طلبتوها ورا جوردن، ومثل ما شايفين هي قطعة تايتانيك، هي إصدار الرويال مينت للذكرى الـ100 للتايتانيك. أنا شخصيا أحب الرويال مينت لأنه وايد حلو شغلهم ككواليتي وكذوق في الأشكال وطريقة السك الفضة والذهب، وعلبهم عجيبة. هذه القطعة من الفضة 925، وزنها أونصة، مو تروي أونص، الأونصة اللي هي 28.8 جرام. تجيب علبة عليها صورة التايتانيك، وايد عجيبة، وهني مخطط الرحلة للتايتانيك، وداخلها نشوف علبة العرض من رويال مينت، شيء وايد راقي. أنا أحب العلب اللي لونهم أسود. وداخل العلبة راح نشوف الكوينة وشهادة الأصل. هذه الكوينة مثل ما قلت لكم فضة 925، وتم تصنيع 7500 واحدة منها، وهذا الأونس 28.28، وهذه معلومات عن التايتانيك. طبعا التايتانيك بحرت 1912 من ساوثهامبتون بريطانيا، وخذت باسنجرز او اللي ركبوها من ايرلندا، وكانت في طريقها الى نيويورك. الحين لو نطلع العمله نشوف من قدام شكل التايتانيك، وهذه روز، وهي تقط القلاده المشهوره اللي اسمها هارت اوف ذا اوشن او قلب المحيط، ومكتوب عليها 1912 ار ام سي تايتانيك. شيء خيال خيال خيال، ومثل ما تشوفون بروف، بمعنى انه من وراء عاكس، قطعة ولا اروع. وهذا الوجه عليه صورة الملكة، والفيس فاليو 5 باوندز، شيء خطير. وسنة الاصدار 2012، قطعة وايد حلوة خصوصا انها للتايتانيك، فشيء وايد روعة. وتجيب علبة ولا أروع.